هاي، معكم طلال تبارة. حأتواصل معكم بعدة حلقات، حتكون الحلقات مخصصة للعرايس، حلقات مخصصة لعلاجات الشعر، حلقات مخصصة كيف تختار السيدة لوجهها وكيف نقدر نساعدها تختار اللوك. واليوم حنقدم تسريحة مميزة للصبايا، هي حتكون ويفي شعر فضفاض، طبعا نستقطع مع الدراسة عولة ومع الميك اب. مثل ما شفتوا حضرنا الشعر بطريقة الويفي العريضة ولفينا الغرة، حضرناها لورا لأنه بدنا نرفع اليوم الغرة لورا لأنه بتعطيها طلة حلوة والفوليوم برحلة. دايما بدنا ناخد بعين الاعتبار الصبية شو عم برحلة وشو المناسبة اللي عندها إياها. إذا كانت مناسبة بعيدة فينا نعمل نص رفعة أو فينا نعمل تسريحة هيك بطريقة مهضومة، وإذا كان العرس قريب فضل أنه يكون الشنيو لأنه هو الشنيو ملك المناسبات، هو بيعطي دايما فخامة بالأخص إذا كان لوالدة العريس أو والدة العروس. بعد ما بها حط لمساته الأخيرة على الميك أب، خلصنا التسريحة. إن شاء الله تنال إعجابكم، تسريحة عملية مهضومة وبتناسب كل المناسبات. وبوعد المشاهدين بحلقات جديدة ونصايح جديدة كيف يقدروا يحافظوا على صحة شعراتهم. معكم طلال تبارة.